معنا مباشرة عبر تطبيق زوم الخبير المالي والاقتصادي دكتور محمود جباعي. صباح الخير دكتور. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار في المقابل قرار مفاجئ بالدولار الجمركي من 15,000، رفعه من 15,000 ل 45,000. بداية، هذا الارتفاع الجنوني للدولار بطريقة متسارعة يمكن أن يصل إلى 100؟ للأسف اليوم سعر صرف الدولار عم بينط بطريقة غير منطقية أبدا، لأنه اليوم هذا التسارع بالانهيار من الناحية الاقتصادية أو المالية أو حتى النقدية، إذا ما نحكي بموضوعية وشفافية، من واقع الدولار عم يرتفع 4-5 آلاف ليرة بالنهار، وعم يرتفع خلال ساعات أيضا 1000 و2000 ليرة. أي عرض وأي طلب عم ينقاس عن هذا الارتفاع، يعني الواقع بقول في تفلت نقدي خطير له عدة تداعيات غير مرتبطة بالاقتصاد والمال، وبالأحرى هي مرتبطة بالوضع السياسي المتأزم بالبلد. اليوم الواقع بقول السياسة بالبلد جدا صعبة، الحركة السياسية والتفاهم السياسي بين الأفرقاء جدا صعب، ما في حلول بالافق. عم نسمع هيدي التصريحات اللي هي دائما عم تكون ناريه، الحوار مرفوض، امكانيه انتخاب رئيس جمهوريه الواضح انها منه واضحه، الدوله اللبنانيه اصلا هي كانت عم بتعاني من ترهل ومن انحلال بالمؤسسات بعد الازمه وانهيار سعر صرف الليره، كل هيدي الامور بالتاكيد هي عامل ضغط على العمله الوطنيه، بالاضافه انه اذا بدي اخذ كمان من الناحيه النقديه، اليوم مصرف لبنان يمكن ما عاد عنده القدره الاساسيه لحتى يتدخل مثل كل مره على منصه صيرفه، وخاصه بعد اخر تعميم كمراقبين بشفافيه من اولى، مصرف لبنان ضخم 100 مليون دولار اختفوا من السوق باربع خمس ايام، يعني اليوم واقع بيقول كمان انه في تهريب دولار للخارج، وواقع بيقول اليوم انه قد يكون في ايدي داخليه وخارجيه عم تلعب بسعر صرف الدولار ايضا لمزيد من الضغط بالسياسي، قد يقوم من اجل الدفع نحو تسويات ما، حل ما. للاسف هذا الامر عم بيصير بكل واقعيه. اما كاقتصادي اذا بدي اعمل معيار، يعني الايكونوميك فانكشن ريت اللي بنعملها على طول، منا ابدا واقعيه هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار. هلا اذا بتساليني لوين رايح سعر الصرف، بقول لك اذا كملنا بهذه الطريقه وظلت المناكفات السياسيه وظلت لغه العصبيه السياسيه وظل عندنا عدم الانفتاح بين اللبنانيين وايضا عدم وجود افق خارجي للحل، للاسف يعني اللي شايفه انا اذا كملنا بالسياسه هيك حتعطي انعكاس سلبي ايضا على النقد وعلى الاقتصاد. واليوم كل فتره عم نلاحظ انه المصرف المركزي ادواته اللي كان عم يستعملها عبر التعميم 161 اللي كمان دائما كنا نحن نقول ان هي ادوات تاخيريه وبتبطئ الانهيار السريع بسعر العمله، نعم. للاسف اليوم شيء بطل موجود مثل ما كان قبل، وعم نشوف اليوم تخبط بالمجلس المركزي على اتخاذ القرارات، وايضا في عدم موافقه من الحكومه اللبنانيه على ضخ كميه من الدولارات، لانه انا كمان يمكن اكون مؤيد لهذا الامر، لانه هذا الشيء عم بيؤدي لفلتان على الاسواق، والدولارات ما عم بتبين وعم بيكون في مضاربه عليها وعم بتروح لجهات مخفيه. نعم دكتور، بالنسبه الى رفع الدولار الجمركي اللي اتى بطريقه مفاجئه بعد اقتراح وزير المال، هل هذا سينعكس مباشره على طريقه العيش، على الدواء، على الغذاء، خصوصا انه نحن معظم المواد الغذائيه نستوردها؟ لكن كان في خياران قدام الحكومه اللبنانيه لازم تاخذ واحد منهم، لانه اليوم الرواتب للموظفين اللبنانيين حتى نكون موضوعيين بعيدا عن الشعبويه لازم تتحسن، بس لنحسن هيدي الرواتب لازم نخلق لها ايرادات. نعم. كان قدام رئيس الحكومه والحكومه خياران، خيار اول بيقول بنرفع الدولار الجمركي لحد منصه صيرفه وبنحاول نحصل هيدي الايرادات حتى نحسن الرواتب والمساعدات، والخيار الثاني اللي انا كنت من الناس اللي بتأيده، نعم، الغاء كل الرسوم الجمركيه، الغاء كل الرسوم الجمركيه والاستعاده عنا بتحسين الجبايه عبر التي في ار وزياده التي في ار بنسبه 2 و3%. رح احكي 2 شو ايجابياتهم وشو سلبياتهم. نعم. اول خيار اللي اخذته الحكومه على الورق هو منيح انه بيجيب ايرادات للدوله، الا انه للاسف بظل التهرب اللي حكيت عنه من شوي، التهرب الضريبي والتهريب على الحدود والتهرب الجمركي وفلتان البلد بهذه الطريقه، قد هذا الاجراء ما يعطي النتيجه المرجوه منا بتحصيل ايرادات للخزينه، فذلك الامر يمكن ما يسحب الكتله النقديه مثل ما لازم حتى تتماهى مع السياسه النقديه بالنسبه لسعر الصرف. الخيار الثاني اللي انا من مؤيدينه الغاء كل الرسوم الجمركيه دفعه واحده،
شو بيعمل هذا الأمر؟ من الناحية الاقتصادية بيخلق مزيد من المنافسة بالأسواق وبينزل الأسعار بين 15 ل 25%، لأن اليوم الرسوم الجمركية هي من 5% على 25% حسب أنواع السلع. بس بالمقابل الدولة إذا بتعمل جبهة صحيحة للتيفي وبتعلي التيفي 2 أو 3% بتقدر تحصل كتلة نقدية أكثر بكثير مما ممكن تحصله من رفع دولار جمركي. وخاصة السبب الأول أنه اليوم نحن في كتير شركات خزنت البضاعة لسنتين لقدام قبل ما يرتع دولار جمركي ل 15,000، يعني صحيح. من عدم تخزين، فحجم الطلب على الاستيراد حيكون أقل، فالفائدة بالإيرادات حتكون أقل. السبب الثاني أكيد هو التهريب والتهرب عبر الحدود. إذا لغينا الرسوم الجمركية ما في داعي بعد للتهرب، نستعيد عنا يمكن برسوم بسيطة كتحويل أو كترانزيت أو غيرها. بالمقابل بنرفع التي في بنسبة 2 أو 3% من رائبها صح، نقدر نحصل 40 أو 50 تريليون ليرة سنويا لهن متطلبات الرواتب والمساعدات الاجتماعية. نعم، بالنسبة إلى المواد الغذائية تقريبا أو اللي نشتريها كل يوم بحدود الأداء بدها ترتفع؟ للأسف اليوم المواد الغذائية، يعني أنا برجع بدي روح بس لموضوع تسعير المواد الغذائية بالدولار. أنا كان لي رأي بهذا الموضوع، أكيد أنا ما عم بنتقد الفكرة، فكرة أنه ندولر الأسعار هي جيدة إذا إلى التبعات التقنية الحقيقية. بس إذا وزارة الاقتصاد تعترف بنفسها أنه هي بتعمل دورة وبتحضر بتعمل المحاضر بس ما حدا بنفذها وما في آلية عقاب أو ردع على هذه المحاضر، يعني شو معناتها؟ معناتها اليوم السلعة اللي حقها دولار ونص ودولارين صار حقها هلأ 2.5 و3 دولار، وفي عندي كتير عينات عم تبعت لي إياها الناس، صارت موجودة بندي لشغلي كان حقها 2 دولار هلأ حقها 4 دولار و3.5 دولار، يعني بلش التضخم يرتفع أيضا بالدولار. قبل كان التضخم عم يزيد بس بسبب انهيار سعر صرف الليرة، يعني عم تقل الأسعار لأنه الليرة عم تنهار، بس اليوم عم بيغلوا سعر السلعة صاروا بالدولار. هذا واحد، يعني انتبه، هو تقنيا قد يكون جيد القرار ولكن تنفيذه صعب. اليوم مع رفع الدولار الجمركي ومع التفلت الحاصل والأسعار ما حدا بيعرف كيف ممكن تتركب، يعني أنا بشوف حيصير مزيد من الارتفاع بكل بساطة لسعر الأسعار المواد الغذائية، وهذا الشيء رح يدفع ثمنه المواطن بقدرته الشرائية. ومع كل الأسف أخشى أنه نكون عملنا هذه الزودة بالدولار الجمركي وسعرنا بالدولار وما أخذنا نتيجة ودفع ثمنها بس المواطن اللبناني. نعم، ناهيك دكتور، مثل ما كنا عم نحكي أيضا عن الجشع تبع التجار اللي عم بيزيدوا الدولار بفعل بس ليربحوا أو يعني احتياط أولا، وثانيا أيضا لجشع الربح لأنه صارت على كل حال أي آيتم صار بالدولار ورح يتقرش على اللبناني، ولكن صار أسعار هو الخوف، كل الخوف، لأنه وهذا اللي رح يصير، رح تغلى الأسعار بالدولار وأسهل على التاجر يغلي بالدولار ما أنه يغلي بالليرة. يعني إذا سعر سلعة حقها مثلا 100 دولار يعني 8 مليون أو 9 مليون صعب يعمل 11، بس بيقدر يعملها 110 و115 دولار، أسهل عليه صار بالتسعير بالدولار وبتغلية الأسعار. نعم دكتور، نحن واصلين على 100 بظرف معقول كم يوم أو بساعات؟ إذا بكل بساطة اليوم في موضوع الدولار في إجراء في شغلتين، واحدة استراتيجية وواحدة سريعة. الاستراتيجية خلص بالسياسة، ما عاد فينا نحكي أكثر من هيك، بدها حل سياسي، بدنا نخفف مناكفات، بدنا نكون هاديين، بدنا نروح نحكي واقعية مع بعض لحتى نحل المشكلة. بالنقد وبالمال وبالاقتصاد، إذا مصري في لبنان اليوم ما عمل إجراء سريع وما كان سريع بإجراء محدد، يعني أي إجراء إن كان لحتى يلجم الارتفاع ممكن نوصل لأكثر من 100,000. نعم، أكثر من 100,000 بظرف قد إيه؟ ما بعرف، ما في نعطيكي يعني وقت، ولكن بهذا التواتر السريع اللي عم بصير اليوم مصرف المركزي والحكومة مدعوين لحتى يعملوا بالحد الأدنى شيء يلجم هذا الارتفاع. كان عم ينحكى إذا بينحل المشكل بين القضاء والقطاع المصرفي وبترجع العملية لبعضها مصرف لبنان حيتدخل بمكان ما ليرجم الارتفاع. هلا بعده ما انحل 100% الصراع، لنشوف الجمعة شو هتقرر جمعية المصارف، ومن بعدها خلينا نشوف إذا في إجراءات فعلية. إذا ما صار في إجراءات فعلية ما في إمكانية لانخفاض سعر الصرف. نعم، هل اليوم في اجتماع لكمان تعلية صيرفة؟ لا، هي هلا اليوم لما طلع الدولار الجمركي من 15 ل 45,000 هذا مؤشر انه صيرفة ممكن تدفع اكثر لتلحق السوق، وكل ما ارتفعت صيرفة اكثر
كل ما امكانيه انخفاض الدولار صارت مستبعده، لانه بالنهايه الدولار اخر شيء رح يضل اعلى من صرفه بين 10 ل 15 الف بالحد الادنى بالفتره الحاليه، حتى شو ما صار من اجراءات من قبل المصرف المركزي. هلا بعدين بتقريبي بصير في حل سياسي، بصير في وفاق، بصير في التعافي اقتصادي، بيردوا عنا الدول العربيه، بفوت لعنا مصاري على الخزينه، هذا موضوع اخر. اليوم بالواقع اليوم بكل شفافيه، كل ما كان السعر في مطرح الدولار اكيد حيكون اعلى منا ب 15,000. وانتبه اليوم رقم ال 15,000 من فوق ال 50 كانه نحن عم نحكي كان الدولار مثلا ب 8,000 وصار 9,500، كانه 1005، لانه طلعنا طلعنا عم نطلع نحن 10 اضعاف ثم عما كنا عليه قبل بفتره. نعم دكتور، بالنسبة إلى هذا الارتفاع بسعر الصرف، كنت بدي أسألك تحديدا عن الأدوية قبل الانتقال إلى هذا الموضوع. الأدوية أيضا تلحظ هذا الارتفاع نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية؟ طبعا طبعا، يوم انتبه بلبنان ما حدا يقول لي إذا رفعنا رسم جمركي حتأثر السلعة إيه والسلعة لا. بغياب الرقابة والنظام وغياب وجود منصات، نحن كنا دائما نقترح لازم نعمل منصة حقيقية تعمل برايسينج سيستم للبضاعة اللي فاتت من برا، قديش كلفتها وقديش سعرتها وقديش عم توصل للبائع النهائي قبل ما توصل للزبون. هذا الشيء ما عم بصير. يعني اليوم ما حدا بيعرف شو هي الايتم، ما حدا بيعرف شو هي السلع، وكله بيغلي بحجة ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع سعر الدولار. نحن للأسف حتى نكون واقعيين نذهب إلى تفلت نقدي وتفلت بالأسعار، بحاجة لتدخل سريع، وإلا الجاي للأسف الشديد رح يكون أصعب. بتأسف أولى لهم إني سنة فترة نحن عم ننادي يكون في التدخلات ويكون في لجم لحتى يكون في حل ووفاق سياسي بالبلد، ولكن قد يكون في أمر ما إجا لتسريع الانهيار وتدفيع المواطن اللبناني الثمن بانتظار التسوية السياسية. أمر خارجي يعني برأيك؟ طبعا، يعني أمر خارجي، أدوات خارجية وداخلية. يمكن بالفترة الماضية بتعميم المصرف المركزي كانت عم بتبطئ الانهيار، معلش الدولار بثلاث سنوات رغم كل الأزمة المالية والسياسية والاقتصادية بالبلد طلع 40,000، طلع بشهرين هلا 50,000 ليرة ونكمل أكثر. يعني أكيد اليوم في حدا بده يسرع على الانهيار. كيف بنسرع الانهيار؟ بنسرع الانهيار بمشاكل بالسياسة، بنسرع الانهيار بنلجم تدخل المصرف المركزي لعدة أسباب، بنسرع الانهيار نعمل صراعات دائما مع المصارف، فبالتالي اليوم الانهيار بيتسرع بكل بساطة. وشفنا لمحة صغيرة نحن بعدنا عن تسريع الانهيار، لأنه قد يكون تسريع أكبر وأسرع بكثير إذا ما وصلنا لتسوية سياسية سريعة. نعم دكتور، في حال بسحر ساحر وهذا الشيء مش موجود وصلنا لتسوية سياسية، على أي أساس؟ يعني كيف بينزل الدولار بيبقى مثل ما هو؟ منشوف مثل هو فنزويلا أو كيف بنشاله صفورة؟ هذا الشيء اللي نحن صرنا هلأ عم نحلم فيه لأنه كل ماله عم بيصير بعيد. اولا اليوم العمله اللبنانيه لليوم صارت طالعه تقريبا 60 ضعف، كانت 1500 صارت 90,000. نعم لما اذا كملنا بالانهيار ممكن نوصل لل 100 و150 ضعف. السؤال لازم نسال حالنا كلنا، اذا وصلنا للحل السياسي قد ايه بده يكون وقتها سعر صرف الدولار؟ لنشوف قد ايه بدنا ننزله، انه كل ما تاخرنا اكثر كل ما الانهيار صار اكبر بالتسعير وبالاسعار وبالدولار وبكل شيء، فبالتالي بصير امكانيه التخفيض اصعب، لانه كل ما مشينا بالانهيار اكثر يمكن التخفيض اسرع. اذا افترضنا اليوم، يعني افترضنا اليوم نحن دولارنا 90,000، نعم، وصار في وفاق سياسي بالبلد اكيد في انعكاس ايجابي، لانه بالنهايه اولا اعاده الثقه انه ممكن يصير في عندنا مؤسسات وتسويه ما. انتبه يوم انتخاب رئيس جمهوريه ايضا بدي احكيها كاقتصادي، نحن بحاجه ايضا لانتخاب رئيس جمهوريه يكون في تسويه دوليه اقليميه عليه كمان، ما يكون في اي نزاعات سياسيه بانتخاب رئيس الجمهوريه. نعم. نحن بحاجه اليوم للوفاق، انه الوفاق بيؤدي لمساعدات ودخول اموال للبلد. اذا اتخذنا رئيس الجمهورية وما كان عندنا قدره يكون في عندنا مساعدات خارجيه لا بيقدم ولا باخر الحل السياسي. نحن الحل السياسي بالمقصد انه حل سياسي ضمن تسويه مهمه اقليميه دوليه تنعكس ماليا على البلد. يعني مثلا بصير في امكانيه لتسريع التنقيب عن النفط والغاز، بصير في عندنا امكانيه لحل مشكله الكهرباء، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيشتغل معك باريحيه اكثر، يكون في عندنا الدول العربيه ممكن تساعد اكثر، الدول الصديقه ايضا ممكن تساعد اكثر. هذا المقصود بانتخاب رئيس جمهوريه، ليس فقط هو اسم الرئيس او عنوان الرئيس هو اللي بيحل المشكل، اللي بيحل المشكل انه يكون في طبخه سياسيه ووفاق اقليمي دولي عربي ومن ثم لبناني لحتى تنعكس. قبل ما حكينا غير هيك ما نتخبى وراء اصبعنا، هيدا واقعنا بلبنان مع كل اسف. ولا ينزل او يتثبت
هلا إذا نحن بهالحالة. يعني بالتأكيد مجرد انتخاب رئيس جمهورية ويكون في بين في ملامح تسويه، هذا بيعطي ثقه جديده بالمؤسسات اللبنانيه، بيعطي ثقه اكثر انه بالليره اللبنانيه ممكن يصير في اجراءات وممكن يصير في تلقائيا سعر الصرف يبلش ينزل. بس بعد ما نوصل لحل اكيد نحن بحاجه لامور تقنيه. يعني واحده مثلا من الاشياء اللي انا بنادي فيها، لازم بعد انتخاب رئيس الجمهوريه نعمل كرنسي بورد مثلا لحتى نحد من ارتفاع سعر الصرف. لازم يكون في عندنا اجراءات تماما بين سياسه ماليه ونقديه. بس انا اليوم ليه ما عم بعطي امور تقنيه؟ لانه الحكي التقني هلا واقف، لانه نعم نحكي اشياء طبعا تقنيه وعمليه ما بتعمل حل من دون الوفاق السياسي بالدرجه الاولى والانفتاح الاقتصادي والمالي اللي نحن بحاجه له. نعم، الخبير المالي والاقتصادي دكتور محمود جبعي، انا بشكرك على هذه المداخله.